كريم، مساء الخير عليك. عايزه اسالك الاول على الاجراءات بشكل عام والاجراءات الاحترازيه في الاستاد يعني بسبب فيروس كورونا. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، ومساء الخير على كل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد طبعا متواجدين في استاد القاهره، الكل مستعد هنا لمباراه الاهلي والجونه في الجوله 22 في تمام الساعه 9 مساء. يعني اقدر اتكلم في البدايه الاول على الجو، كان درجه الحراره عاليه شويه، لكن يعني مع اقتراب ان شاء الله الوقت حتى الساعه 9 الجو بدا يبقى طيب جدا ان شاء الله باذن الله، يساعد والمناخ يساعد النادي الاهلي في اداء ونتيجه ان شاء الله. كل جمهور النادي الاهلي منتظر هذه المباراه، تبقى مصالحه للجمهور وايضا كمان استعاده الثقه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. التلاحم كبير جدا، المباريات كلها متتاليه من مباراه الجونه، لسه عندنا مباراه المصري، لكن ان شاء الله خطوه خطوه زي ما عودنا الجهاز الفني ومعودنا لعيبه النادي الاهلي حسم المباراه اولا ثم النظر للمباراه القادمه. الاجراءات الاحترازيه هنا كالعاده، ويمكن اكدنا اكثر من مره ان تنظيم النادي الاهلي في كل مباراه بيكون الاجراءات الاحترازيه والوقائيه على اعلى مستوى. ده الهدف كبير داخل النادي الاهلي وداخل الفروع الثلاث، وبيطبق كمان في كل مباريات النادي الاهلي. مجرد دخولنا من البوابات غرف خلع الملابس التعقيم بيكون مستمر، يعني نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي مجرد تواجدها بيكون مرحله تعقيم مره واثنين وثلاثه، وده امر بيساعد بشكل كبير جدا كل اللعيبه نكون مهيئه ان شاء الله باذن الله ان هي تكون في قمه تركيزها، بعيدا طبعا بقى عن التفكير في اي اصابات او اي حاجه تعوق فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق. النهارده عايز اقول يمكن ان شاء الله المباراه دي منتظرينها والجمهور منتظرها، لكن بشكل عام عايز اتكلم على اكثر من نقطه، وسريعا جدا عايز اتكلم النهارده ان لابد يكون في حرص كبير لكل اللعيبه. عندنا اربع لاعبين عندهم انذارين، يعني علي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي واحمد فتحي عندهم انذارين النهارده ان شاء الله. بنتمنى بقى ضبط النفس، ما يبقاش في اي اعتراضات على حكم المباراه ابراهيم نور الدين، وايضا كمان الالتحامات تكون فيها يعني حرص شويه، لان مش عايزين نخسر اي لعيبه ان شاء الله خلال المرحله القادمه. غياب وليد سليمان بنتمنى ان هو ما ياثرش علينا. محمد هاني ثلاث انذارات الحمد لله، يعني اقدر اقول كل اللعيبه جاهزه من خلال رؤيتنا للتدريب الاخير. الاستعداد كانت على قدم وساق بعد مباراه الزمالك اللي تم غلق الصفحه تماما، والتركيز ان شاء الله في هذه المباراه. الظروف مهيئه، لكن تبقى بقى دعوات كل جمهور النادي الاهلي ودعواتك يا ساره ودعوات زميلي احمد ان شاء الله نكون المباراه النهارده من نصيب النادي الاهلي. توقعك يا كريم انت شخصيا لتشكيله النادي الاهلي النهارده ممكن تكون ايه؟ يعني لو بتكلم على التوقعات ورؤيتنا كمان لخلال التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، يعني عايز اقول لك مثلا الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعه واحمد فتحي في خط الظهر، في المنتصف السوليه وديانج على الاطراف، جونيور اجايه وجيرالدو في الامام، محمد مجدي قفشه وبادجي. ده الاقرب بالنسبه لي تشكيل فريق النادي الاهلي من خلال رؤيتنا فيها التدريب الاخير، لكن الكل جاهز باكد لك، ممكن يبقى في اي متغيرات مجرد يعني خروج لعيبه النادي الاهلي من فندق الاقامه حتى وصول اللاعبين الى استاد القاهره، لكن ان شاء الله يكون ده الاقرب في هذه المباراه وباذن الله لعبتنا تكون موفقه زميلي احمد وزميلتي ساره في هذه المباراه. احنا واثقين في رجاله الاهلي النهارده ايا كان مين هيشارك كاساسي او حتى كبديل، وان شاء الله باذن الله يكون ماتش بدايه الانطلاقه او استعاده الانطلاقه مجددا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد.